في هذا الفيديو سنتعرف على آلات وماكينات تعمل بأذكى التقنيات التكنولوجية، بعضها مخصص للزراعة وبعضها لاستخدامات أخرى، فهيا بنا لنعرفها. ويرنغراس زودن، هذه الماكينة تستخدم في وضع العشب الأخضر المخصص لملاعب الكرة أو الحدائق أو أمام المنازل، فهي لديها العديد من الآلات التي تقوم بوضع العشب أو إزالته، وذلك بكل سهولة. فقط تقوم بوضع العشب بشكل ملفوف على الأرض المتواجد بها الطين، وتقوم بإزالته عن طريق مجرف إلى أن يقوم بالعبور أسفل العشب لإقلاعها وصعودها إلى الشاحنة لجمعه. فورايغو هي عبارة عن ماكينات وجرارات مخصصة لحصاد الأراضي الزراعية بشكل مبسط وسهل، وهي قادرة على حصد مساحة كبيرة من الأراضي، فهذه الماكينة هي الحل الأمثل، وأيضاً تقوم بتخصيص أنواع للتربة للمحاصيل المختلفة. مات تراكرز، هذه الشاحنة مخصصة لكي يتم فيها التركيب لعدة مسارات تصلح للسير في الأراضي الزراعية أو الأراضي الصحراوية أو الطرق الجليدية، وهي تقوم بالعديد من الأشياء، منها ري الأراضي الزراعية بعد توصيل آلة مياه من الخلف، وتقوم بتسوية الأراضي الصحراوية لجعلها مناسبة للزراعة. منسج MFG، هذه الشاحنة تقوم بتصنيع الطرق المخصصة للمواشي في المزارع، خاصة في مزارع الأبقار، وهي لها آلة في الأمام تقوم بعملية المسح والتسوية بعد وضع الطين المخصص لمكان الطرق بداخل المزرعة، وهي لن تحتاج إلى أي يد عاملة وقادرة على تسوية طرق بمساحات كبيرة. الرايزا، هذه الشاحنة مخصصة للحصاد ولكن لحصاد الشجر، فهي تقوم بعمل ترب مخصصة لوضع الأشجار التي تكون بجانب الحدائق، وذلك باستخدام آلات دوارة مركبة على الجوانب، وتقوم بعمليات الحصاد ولها مقاس مخصص حتى يتم الأشجار في مكان مساو. سويتل سكاي، هذه الماكينة الضخمة تقوم بوضع مسارات السكك الحديدية على الطرق، وأيضاً تقوم بوضع القضبان، والآلة تشبه القطار لأنها تقوم بوضع المسارات وتسير عليه لتثبيته، وأيضاً تقوم بوضع الحجارة في جوانب المسارات، والآلة تقوم بعمل طريق كبير في اليوم الواحد. هيستون، هذه الآلة تقوم بالعديد من المميزات، منها القيام بجمع كميات القمح بعد حصاده وجمعه في الشاحنة، وبعدها يتم نزوله على هيئة مكعبات بشكل منظم، وهذه الآلة لها ذراعين من الجوانب تقوم بهما بجمع القمح وإخراجه. كلاس هايتسما، هذه الشاحنة بها آلة تقوم بحفر البحيرات في الأراضي الزراعية، وذلك لري الأراضي بشكل أسهل، وهذه الشاحنة تقوم بفتح البحيرة عن طريق ذراع ضخم في نهايته آلة تقوم بعمل البحيرة بمقاس معين، وهذه الشاحنة قادرة على عمل بحيرات لمسافات طويلة في الأراضي. هذا كل شيء أعزائي المشاهدين، لا تنسوا تسجيل الإعجاب بالفيديو وعمل اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الرمادي ليصلكم كل ما هو جديد على قناتنا.